النهاردة بتحل ذكرى رحيل 4 سنوات على الفاجومي. أعتقد أول ما قلت الفاجومي الناس كلها عرفت مين. أتحدث عن أحمد فؤاد نجم، أحد أبرز شعراء العامية في مصر الملتزمين والمهمومين بقضايا الشعب. هو أيضا أحد مؤسسي حزب المصريين الأحرار عقب ثورة 25 يناير. كان اسمه لامع في سماء الشعر العربي والسياسي المصري. هو فعلا أحد شعراء العامية زي ما قلنا في مصر، وفي نفس الوقت هو أحد ثوار الكلمة. أطلق عليه لقب الفاجومي زي ما قلنا. طبعا هو الشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم. اشتهر أحمد فؤاد الحقيقة بكتير من أحمد فؤاد نجم بكتير من القصائد العامية، يمكن من أهمها أو دي القصائد اللي الناس عرفتها له أكتر، استغمية، يعيش أهل بلدي، الأخلاق، الخواجة الأمريكاني، الأقوال المأثورة، هم مين وإحنا مين، حزبة بورما. بالرغم من الاتجاهات السياسية اللي تبناها الشاعر المصري الكبير أحمد فؤاد نجم في أشعاره وكتاباته، إلا أنه ما انضمش لأي من الأحزاب السياسية. يمكن أعتقد أنه انضم بس لحزب الوفد في منتصف 2010، بس تقدم باستقالته في نفس العام تقريبا، اختلف مع قيادات الحزب وقدم استقالته في عام 2004. قدم برنامج، يعني كان كسبناه هنا الحقيقة في قناة دريم، قدم برنامج حبايبنا على قناة دريم، قربته أكتر جدا من الناس الحقيقة. وقعد فترة بيقدم حبايبنا على شاشة قناة دريم، الشاشة اللي بتجمع النجوم الحقيقة دائما وأبدا. شاعر أحمد فؤاد نجم توفي في 3 ديسمبر عام 2013 بعد مسيرة عطاء كبيرة جدا عن عمر ناهز 84 عاما، استطاع من خلالها أن يقدم الكثير من القصائد التي نقلت الحياة الواقعية في الحارة المصرية. نشوف مع بعض هذا التقرير ونطلع مباشرة بعدها فاصل سريع ونرجع نتحدث عن فقرتنا الرئيسية، الروتين والبيروقراطية. هل ليهم علاقة بالفساد ولا مجرد إن هم بيضايقوك لأنه فيهم عطلة وتضيع لوقتك؟ الروتين والفساد إزاي نقدر نتخلص منهم من جذورهم في المؤسسات والمصالح الحكومية بعد هذا التقرير. لم يكن مروره على مدار تاريخ أشعاره وكلماته كمرور الكرام، حيث أنه مر من كل أذن ووجدان محبين الشعر بوجه عام والعامية منها على وجه الخصوص. الفاجومي شاعر العامية رمز البساطة أحمد فؤاد نجم كان واحدا من أصوات الاحتجاجات عقب نكسة 67، علم نفسه القراءة وخاض بين كتابات وروايات الشعر حتى تشكلت سماته الشعرية، ولكن من باب العامية التي تسللت إلى قلوب المصريين معها. مدرس عربي قديم ومتين، شاف الكوفي الكل على طول الأهلين، شايل سبحة خشب البندق من غليل ساعة لف ولد الشاعر الراحل في 23 مايو عام 1929 بمحافظة الشرقية بقرية كفرب النجم. عمل بوظائف عديدة، منها عاملا بالسكك الحديدية وساعي بريد، وظل يتنقل من وظيفة إلى أخرى حتى التقى الشيخ إمام ليحقق سويا ثنائيا رائعا من الأغاني والأشعار الوطنية، ويحدثون صدى كبيرا في الشارع المصري. صباح العندليب يشدي بألحان السبوع يا مصر، صباح الداية واللفة ورش الملح في الزفة، صباح يطلع بأعلامنا من القلعة لباب النصر. نشط سياسيا وكيف لا يفعل، وهو من أقوى أصوات المعارضة في الشارع المصري. انضم إلى حزب الوفد في منتصف عام 2010، ولم يمكث طويلا حيث قدم استقالته لاعتراضه على إقالة السيد البدوي للكاتب الصحفي إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير جريدة الدستور. قدم برنامج حبايبنا على شاشة قناة دريم عام 2004، من أهم أشعاره الخواجة الأمريكاني وحزبة بيرما والكلمات المتقاطعة وتذكرة مسجون ويعيش أهل بلدي واستغماية وعريس الدولة. قلوب تقطع تذاكر وشبعت يا ربي غربة بين الشطوط والبواخر ومن بلادنا الأوروبا، وقلت عالشام أسافر إياك ألاقي لي تربة فيها أجاور معاوية وأصبح حماية أمية.
باورت أسيون وجرت وتوحش ولا فيش حاجة، وعزرائيل انتظرت وما جاش وجاني الخواجة، نافخ وسايق إمارته وقال لي شوف السماجة البر تحت انتدابنا أخرج دماشي وسيا. رجعت للبحر تاني مقهور وراجع فرنسا في بقي طعم البوداني فاكره وانا عمري منسى، ونروح تونس كفاني عذاب انا والتوانسة جملان محضر مدافن للأمة والأمة حية. ظل نجم يلقي أشعاره وحشد جمهورا لا بأس به من الشباب، منهم من يسعى للسير على النهج ذاته أملا في أن يستنسخ فاجوميا جديدا. اختير الفاجومي سفيرا للفقراء من المجموعة العربية لمكافحة الفقر التابعة للأمم المتحدة، وحصل على المركز الأول في استفتاء وكالة أنباء الشعر العربي. لم يمهله القدر للحصول على جائزة الأمير كلاوس الهولندية، حيث توفي قبل استلامها ببضعة أيام. كان الفاجومي ظاهرة شعرية في العصر الحديث، ولم يكن يبالي بعواقب أي من كلماته، فكل ما نصه الواقع كان حاضرا في سطور أشعاره، حتى أصبح الجيل الجديد من شعراء العامية من الشباب يمنون النفس ليرتقوا إلى نجم. جبارة مات، جبارة مات، آخر خبر في الراديوات وفي الكنائس والجوامع وفي الحواري والشوارع وعلى الأهاوي وعلى المراد، جبارة مات، جبارة مات، وتمد حمل الدردشة والتعليقات. رحل عنا في مثل هذا اليوم عام 2013، ومنح عقب وفاته بأسبوعين وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ولا زال مكرما من محبيه بطيبة سيرته وأشعاره.